السلام عليكم. كلمتين مانيش باش نطول برشا، مانيش باش نطول كلمتين. يا توانسة يا توانسة افهموا الخطاب اللي قالوا رئيس الجمهورية قيس سعيد وقت اللي قال اتبرعوا بنص شهريكم او اكثر للدولة. اش معناها؟ رو مش معناها فلوس. افهموا يا توانسة، رو مش معناها تبرعوا فلوس. كلام السياسي فهموه، قالك نص شهريكم او اكثر، معناها 50-60-70% سيحصد كورونا أرواح التوانسة. نعم، هذا هو تفسير خطاب رئيس الجمهورية. تدخل على صفحة الرئاسة بتاع تونس وكل نبارة، واحد يحكي هك، واحد يحكي هك، واحد يحكي هك. مالش بش يعمل لك هو؟ بش يحط لك كاميرا في الدار، بش يراقبك، بش يهبط لك الجيش والبوليسية، ممنوع تخرج، ممنوع كذا، بالسلاح ومن عارف شنو. يا ودي كون حذر، كون حذر، ابعد على التجمعات، ابعد على اهلك، اعتذر منهم توا، استنى حتى ياتي ما يخالف ذلك، استنى، اصبر اصبر يا ولدي. سلامه، روحك راهي في جسمك، مش روحك في قايس سعيد ولا فلان ولا فلتان، روحك في بدنك ولدي، روحك في بدنك، مش في بدن قايس سعيد ولا فلان ولا فلتان، فهمت؟ كورونا سيضرب تونس 50-60-70%، هذا هو تفسير خطاب رئيس الجمهورية. أقسم بالله وسترون وسترون وسترون، أراه فيروس خطير وخطير جدا. إيطاليا صاروا ينحوا في الأكسجين الكبار في العمر وحطوا فيه الصغار. معناها شنو مستقبل البلاد؟ مش الكبار في العمر، خدم كذا، هذا كهو، خافوا على الصغار، خاطر مستقبل البلاد هو الشباب. ففي تونس راهو كارثة كبرى. كيف ستقاوم تونس الكورونا؟ نرجع لكلامنا ونعود لكم يا توانسة، الكورونا راهو سيحصد أكثر من 50% من روح التوانسة. هذا مفهوم خطاب رئيس الجمهورية. أقسم بالله أنا هاني في السيات خويا، راكش في الدار، ولا تلفزة مع البنوتة الدويرة، حتى ما يأتي يخالف ذلك. يا أخي رئيس الوزراء ستيفان لوفين السويدي قال نفس تقريب الخطاب تاع قايس سعيد، قال لك اغسل يدك، ابعد على التجمعات، خلي مسافه بينك وبين غيرك، تجنب تجنب. ها ما قالش معناها شو باش يعمل لهم، ما عندهم يعمل لهم العباد. صحيح ما قالش راه تبرعوا بشهريكم، خاطر الدوله السويديه قويه تنجم تقاوم. في السويد الكل قداش فيها؟ 10 ملايين شعب. السويد ثرواتها كبيره وكبيره جدا، دوله صناعيه يا حبيبي، فهمت؟ ربي قدر الخير.